ظاهرة الجزيرة الشبح في حياة المجتمعات البشرية باختلاف ثقافاتها وتنوع أساطيرها. لا تخلو الثقافات المرتبطة بمجتمع ما من الأساطير والحكايات التي لها صلة بالأشباح، حتى صار اسم الشبح في أذهان الكثيرين مقترنا بالخرافات والأساطير. لكننا هنا سنجد أن الأشباح لها علاقة أيضا بمسميات بعض الجزر التي حيرت كل من عرفها، لدرجة أن أطلقوا عليها مسمى الجزيرة الشبح. فما هو سر هذا النوع من الجزر، ولماذا سميت بهذا الاسم؟ إبان الحقبة الاستعمارية الأوروبية والتنافس القوي الذي كان محتدما بين القوى الاستعمارية في القرن 18 لاستكشاف جزر على البحار والمحيطات، وبينما كان البحار والمستكشف الإنجليزي جيمس كوك يبحر في العام 1774 للميلاد بالقرب من جزر نيو كالدونيا في الجزء الجنوبي من المحيط الهادي، وجد جزيرة لم تكن معروفة من قبل ولا وجود لها على خرائط ذلك الوقت. وفي 15 من سبتمبر من نفس العام قام المستكشف كوك بوضع هذه الجزيرة على الخريطة، وحدد اسمها بسانداي آي في موقع إلى الشرق من بحر الكورال الشرقي شمال شرقي الساحل الأسترالي. ونشرت الخريطة التي تضم جزيرة سانداي آي ضمن اكتشافات جيمس كوك في العام 1776 للميلاد، بعد حوالي 100 عام، وتحديدا في العام 1876 للميلاد. أفادت سفينة صيد للحيتان تدعى فيلوسيتي برؤيتها الجزيرة الرملية، مما أدى إلى إدراجها ضمن الخرائط البريطانية والألمانية في القرن 19. وفي العام 1979 للميلاد قامت هيئة هيدروغرافيك سيرفيسز الفرنسية بإزالتها من الخرائط بحسب ما أفادت صحيفة ذا سان البريطانية، باعتبارها مشكوكا بوجودها بعد أن أخفق الكثير من السفن في رصدها أو رؤيتها. وفي 22 من نوفمبر عام 2012 للميلاد لم يتمكن خبراء وعلماء أستراليون يجرون مسحا للمنطقة من العثور عليها، بل ذهب بهم الأمر إلى قياس عمق المياه في المنطقة المحددة لمكان الجزيرة، لكنهم وجدوا أن عمق المياه هناك يصل إلى 4300 قدم، مما يعني أن الجزيرة لا يمكن أن تكون مغطاة بالمياه. واضطرت جوجل مابس إلى إزالة الجزيرة من الخريطة في 26 من نوفمبر عام 2012 للميلاد، وذلك بناء على معطيات فريق المسح الأسترالي. ورغم ذلك ظهر في صور الأقمار الصناعية لجوجل مابس ما يبدو وكأنه بروز تحت مياه المحيط أشبه بالجزيرة من حيث الطول والعرض. فعاد التساؤل مجددا حول وجود هذه الجزيرة، وأثار كل ذلك حيرة العلماء، فذهبوا إلى تفسيرات عديدة، منها أنه لا توجد جزيرة بالفعل، لأنه لم يتمكن أحد من تأكيد وجودها بنسبة 100%. اكتسب هذا النوع من الجزر هذا الاسم كون وجودها على الخرائط غير مستقر، حيث تظهر في الخرائط لفترة من الزمن قد تصل لقرون، ثم لا تلبث أن يتم إزالتها لاحقا بعد التأكد من أنها غير موجودة في الواقع، مما جعل العلماء والمختصين في هذا المجال يطلقون عليها اسم الجزيرة الشبح. لائحة بعض الجزر الأشباح: جزيرة سانداي آيلاند أو جزيرة سانداي آي التي تحدثنا عنها سابقا، جزيرة بيرميخا في العام 1539 للميلاد، جزيرة وسط خليج المكسيك كانت ظاهرة بوضوح في العديد من الخرائط الوطنية والعالمية، إلا أنه في وقت ما من القرن 17 اختفت هذه الجزيرة بشكل غامض، رغم أن بعض الفرضيات تقول أن الجزيرة اختفت نتيجة حركة الصفائح التكتونية. جزيرة تولي في العام 325 قبل الميلاد، جزيرة أسطورية في أقصى الشمال والتي ورد ذكرها في عدد من المرات في الأعمال الرومانية وفي العصور الوسطى. التفسيرات الحالية تشير أن هذه الجزيرة يمكن أن تكون النرويج أو أوركاني أو جزر أيسلندا أو الدول الإسكندنافية أو غرينلاند وحتى ساريما. جزيرة أرديسانيكوف في العام 1809 للميلاد، موجودة من قبل ولكنها اختفت بسبب تآكل السواحل.
جزيرة فرايلاند في العام 1809 للميلاد، جزيرة على خريطة زينو يمكن أن تكون هي التي سميت بأيسلندا. جزر تواناكي عام 1842، مجموعة من الجزر التي اختفت من جزر كوك، وقد زعم بحار أنه قضى فيها 6 أيام، وبعد عامين أبحرت إحدى السفن إلى تلك المنطقة لكنها لم تعثر على أي شيء. جزيرة تومبسون، جزيرة في جنوب المحيط الأطلسي التي اكتشفتها سفينة جورج نوريس، لكن لم يرها أحد منذ سنة 1893 للميلاد. الأسباب التي قد تؤدي لظهور الجزيرة الشبح على الخرائط: الخطأ في تحديد مكان جزر حقيقية مثل جزيرة بيبيسا التي تم تعليمها على الخرائط نتيجة تحديد خاطئ لمكان جزر مالفيناس. معرفة غير كاملة عن جغرافية مكان ما، فكوريا مثلا كانت قد تم اعتبارها جزيرة قبل اكتشاف ارتباطها بقارة آسيا. عدم استمرارية المكتشفات خلال الزمن مثل جزيرة تولي والتي تم اكتشافها خلال القرن الرابع قبل الميلاد، لكنها فقدت فيما بعد ليتم تحديدها مرة أخرى من طرف المستكشفين الجغرافيين، وذلك في شتلاند أو إيسلندا والدول الإسكندنافية، وبالضبط في هالوغالاند وهي منطقة في الجزء الشمالي الأقصى من النرويج. جزر قديمة أو مناطق ضحلة وسط البحر ابتلعتها المياه فيما بعد. جزيرة عائمة متحركة أو جزيرة غطتها المياه. الإشارة لمكان غير موجود أصلاً. أما أفضل تفسير منطقي ومعقول كذلك، التفسير الذي حاول العلماء من خلاله تقديم تفسير معقول لاختفاء جزيرة سانداي، فهو يفترض أن تلك الجزيرة عبارة عن حجارة طافية يطلق عليها علمياً اسم الخفاف، وهي عبارة عن زجاج بركاني ينشأ كرغوة مليئة بالفقاعات والغاز الساخن، ثم يبرد بسرعة شديدة تاركاً فقاعات كمسامات، وغالباً ما يكون هناك العديد من المسامات مما يجعل حجر الخفاف خفيفاً جداً بحيث يطفو على الماء. وربما تكون هذه الخفاف قد طفت من أعماق البحر بعد أن تسبب بها بركان تحت سطح البحر وطافت لمسافات طويلة قد تصل إلى عدة آلاف من الأميال. ولعل أشهر الخلافات التي نشبت بين الدول بسبب الجزر الشبح هو ذلك الجدل الذي ظهر بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، حيث اختفت جزيرة بيرميخا المكسيكية من على الخريطة والتي تبلغ مساحتها 80 كيلومترا مربعا، وكانت موجودة على خرائط خليج المكسيك القديمة حسب دراسة أجرتها الجامعة الوطنية المكسيكية المستقلة أون. وتناولت الدراسة الجزيرة التي تعد المرجع الافتراضي لرسم حدود منطقة 200 ميل بحري تجري فيها نشاطات اقتصادية أساسية للبلاد، وكانت هيئة الملاحة في مجلس النواب المكسيكي طلبت هذه الدراسة لكي تحدث ترسيما حدوديا لمنطقة تمتد على 200 ميل بحري حيث تملك المكسيك حق استغلال موارد الطاقة. وكانت بيرميخا التي تقع على بعد 200 ميل شمال غرب شبه جزيرة يوكاتان فيما مضى آخر نقطة أرضية للمكسيك، غير أنها اختفت من الخرائط منذ أكثر من 10 أعوام وربما غمرتها المياه. وفي العام 1997 للميلاد أرسلت البحرية المكسيكية إحدى السفن في مهمة استطلاع وعادت من دون أن تجدها. وفي غياب بيرميخا صارت جزر الأكرانيس هي المرجع، وهذا يقلص منطقة النفوذ المكسيكي في هذه المنطقة حيث قيمة كل كيلومتر مربع كبيرة، ذلك أن الاحتياطي من موارد الطاقة في قعر البحر يقدر بحوالي 22.5 مليار برميل خام. وتتقاسم الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكوبا الحقوق على هذه المنطقة. بعض من الأسباب والاجتهادات التي قدمها العلماء والمختصون قد يفسر ظهور واختفاء البعض مما يؤكد ذكره من الجزر الشبح على الخرائط، ولكنها لا تزال عاجزة عن تقديم تفسير يستند إلى منطق علمي لا يقبل الشك فيه، ليبقى باب التكهنات والاجتهادات مفتوحا أمام فضول الباحثين في الظواهر الكونية أو الجغرافية على حد سواء.